يقول أسمع بعض الأئمة يقولون عقب الصلاة إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية الشفاء وإلى روح أمواتكم وأموات المؤمنين عامة لهم منا ثواب الفاتحة، فهل يصل ثواب الفاتحة للموتى إياك، وهل تجوز قراءة الفاتحة على الأموات عامة؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل مبتدع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الصلاة هذا الدعاء وهذه الألفاظ، وإن من الذي ورد في أقبال الصلوات الأذكار المشروعة من تهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكذلك إذا سلم يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كان بعد الفجر بعد صلاة الفجر فإنه يأتي بالتهليلات العشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كذلك بعد صلاة المغرب يأتي بالتهليلات العشر 10 مرات ويقول رب أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب مع تسبيحات والتكبيرات والتحميدات 33 يكون مجموعها 99 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير ويدعو بما تيسر له. وأما هذا اللفظ الذي ذكره السائل من قراءة الفاتحة وإهداها للأموات ورفع الصوت بذلك هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة في مثل هذا الموضع ولا في غيره، وإنما الفاتحة تقرأ في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة، قراءتها ركن من أركان الصلاة، وأما قراءتها في أبدال الصلوات أو على أرواح الأموات أو عندما يدعو الإنسان بدعاء يقول في آخره الفاتحة أو يأمر الناس بقراءة الفاتحة كل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.